بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتواصل الاستعدادات في العاصمة الأذربيجانية باكو بقوات من الجيش التركي، القوات الخاصة التركية كما نشاهد مد البصر، تتحرك في شوارع باكو في استعراضات عسكرية استعدادا للعرض العسكري الكبير الذي يتم غدا بإذن الله تعالى في 10 من ديسمبر احتفالا بالنصر، في وجود الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يصل اليوم 9 ديسمبر إلى العاصمة باكو لكي يشارك في هذه المناسبة السعيدة. هذه المناسبة التي مثلت للمسلمين أملا يتلألأ في وسط ظلمات مطبقة في أكثر من منطقة، استطاعت تركيا أن تحول واقع الهزيمة هناك بفضل الله عز وجل إلى نصر، عندما وقفت تركيا وقفة صادقة مع حكومة أذربيجان ومع الشعب الأذربيجاني وجدنا هذه النتيجة تتحقق. اليوم الشعب الأذربيجاني كله يستقبل الرئيس أردوغان ويستقبل أيضا الجيش التركي في احتفالات مهيبة، نسأل الله عز وجل أن يتممها بخير وسلام. كما نشاهد مع حضراتكم سوف يكون الجيش التركي وحداته المختلفة من القوات الخاصة وغيرها ستكون في استقبال الرئيس أردوغان، بل إن المسيرات ستكون حاضرة أيضا، المسيرات التي كان لها دورا بارزا في تحقيق الانتصارات ستكون موجودة، سيكون هناك عروض بالمسيرات في هذه المناسبة الطيبة، المسيرات التي حققت وساعدت في تدمير الترسانة العسكرية الروسية. يقال أن حجم ما دمر في أرمينيا يتجاوز 4 مليارات دولار تم تدميرها بواسطة المسيرات في خلال 44 يوم، وأن الخسائر يعني من الجنود والضباط الأرمن المحتلين تجاوزت الآلاف. استطاعت تركيا بفضل الله عز وجل أن تحقق هذا الانتصار التاريخي الكبير، وزي ما ذكرنا لحضراتكم هذه القوات الخاصة التركية تستعد هناك وتتجهز لاستقبال الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي يستقبله الشعب الأذربيجاني كله، حيث ستكون أذربيجان في استقبال أردوغان. عاوزين نشوف كيف عبر الأذربيجانيون عن هذا اليوم السعيد، أذربيجانيون احتفالات النصر بحضور أردوغان عيد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيشارك في احتفالات النصر يوم 10 ديسمبر الجاري في العاصمة الأذرية باكو. الكلمة المكتوبة أمامنا دي كلمة ظفر بالتركية أو بالأذرية، أي كلمة نصر. صرح أذريون بأن احتفالات النصر المزمع عقدها في 10 ديسمبر الجاري بمناسبة تحرير أراضيهم من الاحتلال الأرميني ستتحول مع مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عيد، ويرى الشعب والمثقفون الأذريون أن دعم الشعب التركي والرئيس أردوغان اللذين كانوا دائما معهم في الحرب التي استمرت 44 يوم هو مثال حقيقي للأخوة بين البلدين. وتجهزت باكو للاحتفالات وتم إعداد الطرق التي ستسلكها المركبات والوحدات العسكرية أثناء الاستعراض العسكري، وتزينت السيارات بالأعلام التركية والأذرية، كما نصبت المنصات للضيوف المشاركين. وبينما ينتظر الشعب الأذري بفارغ الصبر الاحتفالات التي ستقام الخميس، أعرب عن سعادته بمشاركة الرئيس أردوغان فيها، وقال أبو الفاتح غولييف أنه يفخر بأردوغان، مشيرا إلى أن زيارة أردوغان لباكو ستظهر للعالم مرة أخرى أن الأتراك يدعمون بعضهم البعض. من جانبه أفاد حجي بابايف أنه سابقا كان يسمع فقط أن أذربيجان وتركيا أخوة، لافتا إلى أنه شهد ذلك عمليا الآن. بدوره أعرب علي بريموف عن شكره للشعب التركي والرئيس أردوغان على دعمهم أذربيجان في تحرير أراضيها. لتركيا نصيب كبير من نصرنا تحت هذا العنوان. وأوضح رئيس تحرير جريدة شرق عاكف أشيرلي أنهم شهدوا التعاون العسكري بين تركيا وأذربيجان في التاريخ المعاصر،
خلال الحرب التي استمرت 44 يوما، وأضاف لتركيا نصيب كبير من نصرنا. وكان الرئيس إلهام علييف قد قال في إحدى خطاباته إن هذا النصر مشترك، وتابع: اليوم ترفرف الأعلام التركية في كل مكان، أذربيجان أدركت من هو الصديق ومن هو العدو. ولفت إلى أن أردوغان سيزور وطنه، وزيارته تلك هي عيد لأذربيجان، ومن المنتظر أن يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في احتفالات أذربيجان بالنصر في كرباغ. ويزور أردوغان باكو يومي 9 و10 ديسمبر، يلتقي خلالها نظيره الأذري إلهام علييف، بحسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية. ومنذ عام 92 كانت أرمينيا تحتل نحو 20% من أراضي أذربيجان التي تضم إقليم كرباغ، ويتكون من 5 محافظات و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي. وفي يوم 27 سبتمبر انطلقت معركة التحرير بدعم تركيا لتتحقق المعجزة الكبرى، ويتم التحرير في 44 يوم. ونرى أن الأسلحة الروسية كانت هباء منثورا في مقابلة المسيرات التركية، وكيف أن المسيرات استطاعت أن تضيق على الأرمن المحتلين مخابئهم وخنادقهم، وأن تدمرهم وأن تخرجهم منها مدحورين مهزومين. بعد مكابرة ومحاولة للمقاومة اضطروا صاغرين لإعلان الاستسلام. لا شك أن ما يحدث هو يوم من أيام الله، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان هي منحة إلهية، لا نقول للشعب التركي فحسب، بل هي منحة إلهية للأمة الإسلامية والعربية، أن رزق الله العالم الإسلامي برجل بهذا الصدق وبهذا الإخلاص وبهذا العمل الدؤوب الذي لا يتوقف، الذي يعني يحدث إنجازات، لا نقول في كل يوم، بل قد يكون في اليوم أكثر من إنجاز. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الرئيس رجب طيب أردوغان، وأن يحفظ تركيا، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين. متابعينا الأعزاء، إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم، لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم، وأن تشتركوا بالقناة، وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.